زي ما تحب انت تشاهد. طيب ايوه وينك يا اخي؟ ايوه يا ابو الطيب يا اخي يا مرحبا يا اخي. الف مبروك يا اخي، الف مبروك والله العظيم ما تتخيل، انا سعيد قدر شنو. في شنو؟ انت ما قريت جريدة الليله؟ لا ما قريت. كيف يا اخي بالبلطه العريض تكريم ركنة الخميس القادم؟ انا متوقع، يعني متوقع المفروض تحصل يا اخي. ده المفروض يحصل من زمان يا اخي، انت رجل يا اخي والله اهلا للتكريم ولي في كل المناحي والله العظيم. شكرا والله ما تخيل انا سعيد قدر شنو. شكرا والله. طبعا انا لانه كنت يعني مفترض هو الناس اللي يعملوا الحاجه دي من بدري. أيوة. من بدري المفروض يعملوا كده. صح، لكن انا حكون من اوائل الحضور ان شاء الله، لانه ده يوم تاريخي يعني انا ممكن افوت. يا اخي تهانينا مقدما. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك ومزيدا من التكريم ان شاء الله. الله يبارك فيك، يديك العافيه. الله يبارك، يديك العافيه يا اخي. الله يبارك فيك، يديك العافيه. سحر اخيرا التكريم، حيكرموني. شنو؟ النادي حيكرمني. النادي حيكرمك؟ ايوه. ليه يا اخي؟ حيكرمني و يعني انا كنت متوقع انه حيكرموني وحيعملوا حاجات زي دي. حيدفعوا قروش؟ لا سبع شركات دي كلها حتدفع مع النادي. ده كلام جميل، معناته انت حتستفيد من القروش دي مش؟ والله هو يعني بفكر في مشاريع كثيره. طيب الموضوع ده دار له تجهيز يا فرده. نعم تعال وراي. شو ده؟ ده شنو قاعد كده؟ قعد كيف؟ قاعد في الكارون ده؟ ليه؟ ما تقول زي الناس يا أخي، أنت قاعد عشان يكرموك. أقعد كده، خليك مستقيم، خليك مش رقيب العنق، لأنه في كاميرات قاعد تصور فيك من كل حتة. أيوة أيوة. لا شوية ما تتعسم، ما تتعسم. أيوة. طيب أوكي. ريلاكس هاي. أيوة أيوة، برافو عليك، تمام نرقد كده تمام. أيوة. ابتسم للكاميرا ولا؟ أي الكاميرات حولك، ابتسم. أي ما تتلفت يا اخي، حرام انت بالراحة عادي تسمع. خليك عادي تسمع، يعني ما تشتغل بالكاميرا. تمام فيري جود. دشنو 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 ده مال الفول ولا البلح اللي قدامي؟ بيشيلوا بالطريقه دي، بيشيلوا بالطريقه دي، بخموه كده بالطريقه دي. انت وين قاعد؟ وين انت يعني؟ يعني واحده 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 يا طيب، واحده واحده. زجته ما قائم. اوكي بالراحة. حبه فول وهذه بس كده شيلها. يا اخي كده ما كده هديل كده زول يعني ده يعمل فيها انه يعني ما بحب الحاجات دي. لا ما عندي علاقه، دي عندي علاقه بالاوتيكيت. اوكي. أيوة. واحده بس من كل فوله وبلحه 10 ثواني. اي تمام فيري جود. ما تعين بعدين، ما تعين الاكل ده. ما تعين ما تعين ما تعين ما تعين ما تعين. لا ما كده، ما ما ما, ما كده ما عم يعني انت ما تعين بس عادي زي ما انا بعمل عين. وانت قهوه لسه عين؟ لا ما انت صح مبتسمة عادي. دشنو دشنو العوار دي؟ زح زح خليك ما في، ما تشيل اي حاجه، لا بلح لا بتاع. ابتسم ابتسم. ايوه ايوه كبر اجابتك. تمام تمام فيري جود. يا قاسي طبعك، يا قاسي طبعك، ما تبقى ناسي ما تبقى قاسي. يا قاسي طبعك، يا قاسي طبعك. ده شنو ده؟ ده شنو ده؟ ما دار اول تبادي افرح الجماهير انه انا اطربهم، حتى بعدك اقول لهم كلمتي لانه دي حاجه جديده. يعني انا دورت العربيه. نعم. مشيت فتشت المايك ده. نعم. عشان اجيبه لك هنا عشان تبرر به كيف تلغي كلمتك للجمهور، الناس اللي عاوزين يكرموك دل ذاتهم يسمعوا كلمتك، تقعد تقول لي يا قاسي طبعك ويا ناسي وجعك ولا شنو؟ لا انا ما داير اوري انه الفن والرياضه معا. يا اخي ما عندك علاقه بالفن يا اخي، ده ما تكريم بتاع فن يا اخي. انت مالك يا طيب يا اخي؟ لازم تحشر الموضوع ده يا اخي، ما عندك علاقه بالفن يا اخي. يا اخي كلمه تشكر الناس وتوريهم انك انت مقدر الحاجه دي ما عندك علاقه بيه. يا قاسي ما عندك علاقه بالموضوع ده. ما داير اذكرهم بعصفور بطريقه خفيه. جيب جيب هاك يا اخي، ده حق المايك، ده حق الوقفه. خلينا ما حد يمشي معنا تقريبا. خلينا طيب مش ده جايب لك عشان يجيب كده. ما في ما في. ابو السيد كيف؟ الله يبارك فيك.
انا جهزت خالص اليوم ده. ابو طيب يا اخي انا والله اسف جدا جدا، انا دخلتك في زمن كده من غير قصد. في شنو؟ حقيقه انا لما رجعت للنادي لقيت انه المكرم زول اسمه ابراهيم ركنه. في يعني زول ركنه ثاني يعني؟ لا لا انا كنت متوقع كده. فعموما يا اخي انا اسف والله يا اخي، لكن برضو انا ما حخلي موضوع تكريمك ده، حاحاول يعني. عموما يا اخي عادي 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 يعني ما ولا يعني شيء يعني شيء ولا اي حاجه. شنو ما هو حيدوك شنو يعني؟ ما هو زاد هنا كذا. تفضل تفضل. لا معلش معلش انا قد ما فهمت. معلش اسف. سعد كده حط غبار.